بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم لقاءنا في برنامج خلق القرآن، ومع القيمة الثانية من قيم سورة النبأ، سورة عما يتساءلون. إنها قيمة التفكر في الكون، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى 10 أدلة على حدوث البعث يوم القيامة. هذه الأدلة محسوسة ومشاهدة في حياة الناس، فمن قدر على خلق هذه الأمور 10 قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة وأن يحاسبهم. وأول هذه الدلائل 10 هي الأرض، أنه جعلها مهادة، أي ممهدة لحياة الإنسان. وحين نتأمل في هذه الأرض أنها منبسطة وفيها الأرض السهلة، فنجد أنها مناسبة للحياة، فيها كل مقومات الحياة من الأكسجين والهواء، وأيضا درجات الحرارة المناسبة، فلا هي شديدة الحرارة ولا هي باردة جدا، كذلك بعدها عن الشمس مناسب، فلو اقتربت من الشمس لاحترقنا ولو ابتعدت عن الشمس لتجمدنا، كذلك دورانها حول نفسها مما ينتج الليل والنهار، ودورانها حول الشمس مما ينتج الفصول الأربعة، وغير ذلك من أسباب تمهيد الحياة على الأرض. فمن خلق هذه الأرض وهيئها بهذه الأسباب قادر على أن يخلق الإنسان مرة أخرى يوم القيامة. أما الجبال والجبال أوتادا، فهذه الجبال هي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن فوائدها أنها تثبت الأرض حتى لا تميد ولا تهتز ولا تضطرب، فتحدث الزلازل كما شاهدنا في الزلزال الأخير الذي حدث في تركيا وسوريا، ومات بسببه 10,000 الناس. نسأل الله لهم الرحمة وأن يعوضهم خيرا وأن يلطف بالمسلمين في كل مكان. هذه الجبال أيضا كما يقول العلماء ثلثاها مغروس في الأرض، والثلث الثالث فوق سطح الأرض، فهي تثبت الأرض عند الدوران. أيضا هي مصدر للطعام والرعي ومصدر للمعادن، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أيضا هذه الجبال مصدر للمياه، فتتفجر منها الأنهار والينابيع والشلالات، وكذلك الجبال فيها المغارات والكهوف والأكنان التي يلجأ إليها الإنسان أحيانا للاحتماء فيها.
فهي أيضا هذه الجبال العظيمة الذي قدر عليها قادر على أن يعيدنا الإنسان مرة أخرى يوم القيامة. أما الدليل الثالث وقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي ذكر وأنثى، وهذا فيه إشارة إلى التناسل والتكاثر، فمن استطاع أن يخلق من داخل الإنسان إنسانا آخر قادر على أن يخلق هذا الإنسان. وفيه إشارة إلى الزواج وضرورة هذا الزواج، وأن يكون زواجا حلالا وليس سفاحا حتى يحفظ النسل والنسب. أما الدليل الرابع وهو قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، والنوم كما قالوا هو الموتة الصغرى، فالإنسان يعني في نومه يغيب عن ما حوله لساعات معينة ثم يبعثه الله ليقوم بحركة والنشاط بعد ذلك. وكذلك الموت هو الموتة أو الموتة الكبرى، الموت النهائي هو موتة كبرى. ومن استطاع أن يوقظ الإنسان من نومه قادر على أن ينقذه من قبره للحساب. أما الدليل الذي بعد ذلك وهو وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لباسا أي أنه يغطي الأرض والناس بلباسه الأسود، فيعني تنعدم الرؤية في الليل إلى حد كبير، فيسكن الناس ويهدؤون وينامون ليستأنفوا حركتهم في اليوم التالي. وجعلنا النهار معاشا للعيش وللبحث عن الرزق وللعمل. فمن يعني جعل الليل ثم جعل النهار بعده قادر أيضا على أن يحيي الإنسان مرة أخرى. أما الدليل الآخر وهو وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، وهذه السماوات السبع العظيمة منها السماء الدنيا وهي أقل سماء فيها المجرات والنجوم والكواكب، فيها 100,000,000,000 مجرة، وفي كل مجرة حوالي 100,000,000,000 نجم، وحول النجم الواحد كواكب وتوابع تدور حوله بنظام دقيق. فسبحان من خلق هذه السماء وما فيها من نجوم كثيرة. أما الدليل الآخر وهو وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس التي تتوهج بلهبها وضوئها وحرارتها في النهار فتبعث الحياة على الأرض، وللشمس فوائد كثيرة، منها الضوء ومنها الدفء ومنها أنها تغذي الجسم بالأشعة النافعة التي تمد الجسم بالمعادن وتعالج كثير من الأمراض. أيضا هذه الشمس هي سبب الحياة للنبات الذي يقوم بعملية البناء الضوئي عن طريق ضوء الشمس، وبالنبات يحيا الحيوان ومن ثم يحيا الإنسان، فلو ذهبت الشمس لانتهت الحياة على سطح الأرض. أما الدليل الأخير وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. المعصرات هي السحب التي تمتلئ بالمطر وبالماء، هذه المعصرات تهب عليها الرياح فتنزل الماء الثجاج، والثجاج هو الكثير الماء الغزير، وهو ماء مبارك طهور ينزل من السماء وليس فيه ما يلوثه ويسبب الحياة على الأرض. وجعلنا من الماء كل شيء حي،
فمن أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه الآيات العشر كلها تؤكد حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه قادر على أن يحيي الإنسان يوم القيامة، وأن يبعثه مرة أخرى، وأن يحاسبه. وبذلك يكون المسلم قد أدى يعني فريضة من الفرائض المطلوبة منه، وهي فريضة التفكير في خلق الله، خلق السماوات والأرض، الذين كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكما قال الشاعر: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويصلون من في ذلك إلى عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.